اللجنة الدستورية السورية انقسام حاد داخل وفد المجتمع المدني بين محسوبين على نظام الأسد والمعارضة السورية. حملة تضامن واسعة بين السوريين والأتراك والعرب مع مسنة تعرضت للاعتداء من قبل شاب تركي في ولاية غازي عنتاب، والسلطات تعلن القبض على المعتدي. وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي في الشمال السوري، ويصف ذلك بالمبادرات الخطيرة للغاية. أهلا بكم إلى نشرة أخبار المنتصف، تأتيكم من قناة حلب اليوم. كشفت صحيفة العربي الجديد عن انقسامات يشهدها وفد المجتمع المدني ضمن اللجنة الدستورية السورية، وذلك إثر تقديمه مقترحات متباينة خلال الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة، حيث اصطف جزء منه خلف وفد نظام الأسد وآخر خلف وفد المعارضة السورية. المزيد في التقرير التالي. جولة ثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تمضي كسابقاتها من الجولات دون تحقيق تقدم كبير على صعيد الدستور أو في العملية السياسية، لكن هذه الجولة ابتعدت قليلا هذه المرة عن وفدي النظام والمعارضة، وانحصر الاهتمام حول وفد المجتمع المدني الذي أنشئ في الأساس ليكون طرفا محايدا في العملية السياسية وموازنا لوفدي النظام والمعارضة. صحيفة العربي الجديد ذكرت أن تبايناً ظهر داخل وفد المجتمع المدني باللجنة الدستورية، حيث انقسم بدوره إلى قسمين، أحدهما محسوب على النظام وآخر على المعارضة، فقام كل فريق بتقديم ورقة مختلفة، كل واحدة تخدم مصالح الطرف الذي تؤيده. تقول الصحيفة وتضيف أن مقترح المحسوبين على المعارضة تركز حول العدالة الانتقالية، بينما ركز طرح المحسوبين على النظام داخل وفد المجتمع المدني على ما أسماه الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري، بمعنى العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، ويعكس كل ذلك حالة من الانقسام داخل وفد المجتمع المدني. ذكرت الصحيفة أنه جزء من سياسة النظام القائمة على إغراق اللجنة الدستورية بالتفاصيل. وفود اللجنة الدستورية ما تزال تناقش على مدى أكثر من عامين مبادئ دستورية دون أن تتقدم بصياغة أي مادة من مواد الدستور، ما يعني أن عملية التفاوض حول الدستور قد تستمر لسنوات، وهو ما يريده النظام الذي يبدو أنه غير مكترث بالتوصل لحل سياسي يمكن أن ينقذ البلاد من التفتيت وفق العربي الجديد. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد تليد صائب، عضو الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية من الكويت. أهلا بك السيد تليد. كيف تقرأ الانقسام الحاصل الآن داخل وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية السورية؟ أهلا بكم. تصحيح، أنا الآن في جنيف لست في الكويت. نحن بالنسبة للانقسام هذا أمر طبيعي، يعني المجتمع المدني تم تشكيله من قبل ديمستورا أو من قبل هيئة الأمم المتحدة وقتها، وراعت الأمم المتحدة في المجتمع المدني وكل الأطياف أو طرفي النزاع، يعني المعارضة والموالاة. هناك من أصل 15 عضو، هناك تقريبا 8 مع النظام و7 مع المعارضة من أطراف المجتمع المدني. هؤلاء لم يتدخل أحد بتشكيلهم من سوريا، هؤلاء شكلوا من الأمم المتحدة نفسها، والأمم المتحدة راعت ووضعت بعين الاعتبار مسألة أن يكون هناك أطراف مع النظام وأطراف مع المعارضة. لذلك حين يتم تقديم أي ورقة في الجولة السادسة التي حضرتها، لم أحضر السابعة، الجولة السادسة التي حضرتها تقدم وفد المجتمع المدني المحسوب على المعارضة أكثر بورقة. هذه المرة اتفقوا على أن يقدموا ورقتين، ورقة قدمها المحسوبين على النظام وهي التي تمت مناقشتها، الورقة الثانية سيقدمها غدا الوفد المحسوب أكثر على المعارضة. بالتأكيد ورقة البارحة يعني شهدت اعتراضات
حتى من قبل وفد المجتمع المدني المحسوب على المعارضة. طيب. شهدت اعتراضات كثيرة، وأنا واثق غدا سيتم نفس الشيء من الطرف الآخر. برأيك سيد تليد، إلى أي مدى استفاد النظام من وفد المجتمع المدني في تسويق أفكاره واستغلال هذا الوفد أيضا لتحقيق مصالحه؟ أشوف النظام لا يريد لهذه العملية أن تستمر، حتى هناك كثير من الدول الفاعلة تحاول أن تنهي هذه العملية. هم ينتظرون من وفد المعارضة السورية أن يعلن انسحابه لكي، يعني خلينا نقولها بالمحكي، لكي يلبسوا وفد المعارضة الفشل الحاصل، وأن المعارضين السوريين لا يريدون الوصول إلى حل. وقتها لن يبقى أي منبر لأي مفاوضات أو غير مفاوضات أو التوصل إلى أي حل، وسيقولون أنتم الذين انسحبتم. نحن بكل صراحة نحن نعلم ذلك جيدا، لذلك لم يتم ولن أعتقد تقدم المعارضة هذه الورقة التي يسعى النظام جاهدا أن يأخذها، ولا جزء كبير من المجتمع الدولي يحاول الضغط للوصول إلى هذه الورقة. وللأسف هناك الكثير من أبناء الشعب السوري الثوار والسائرون والواقفين مع الثورة والمعارضين تأثروا إعلاميا بذلك، أنا أعلنها بكل صراحة. طيب إذن كيف يمكن التأثير يعني سيد تليد، كيف يمكن التأثير على وفد المجتمع المدني، أو لنقل من يملك القرار للتدخل في هذا الوفد إن انحرف عن مساره أو نشب فيه خلاف؟ شوف، إذا لا ينشب خلاف، هم بالنتيجة يقد كأنهم وفدين، ليس وفد واحد. خلينا نقول وفد مجتمع مدني معارض ووفد مجتمع مدني للنظام. الخلافات حتى في القاعة هي نقاشات ليست خلافات، لكن كل طرف يقدم ما يرى مناسب. الوفد المحسوب على النظام مثل وفد النظام تماما، يحاول إضاعة الوقت. يعني البارحة أصرت إحداهن على أن تلقي كلمة، رفض رئيس الجلسة أعطاها الكلمة، أخذت أكثر من ربع ساعة وهي تقول لا أنا مصرة يجب أن أقول كلمتي، لإضاعة وقت. كلنا نعرف أنهم يريدون إضاعة الوقت، لأن أصلا الأوراق التي تقدم هي أوراق يعني من فعلا من مبادئ الدستور. يعني اليوم نحن قدمنا ورقة تتحدث عن سمو الدستور، يعني لو قلنا لهم الآن نريد أن نقدم أن اسم عاصمة سوريا هي دمشق، سيقولون لا، يجب أن تحددوا هل هي دمشق معريفة ولا دمشق لوحدها، يجب أن تقولوا الجمهورية العربية السورية وليست سوريا، وإذا قلنا الجمهورية العربية السورية سيقولون سوريا، وسوريا بالتاء المفتوحة ولا بالألف الممدودة. هم لا يريدون الوصول إلى أي حل، هم يحاولون إضاعة الوقت. الآن نحن يعني بكل صراحة متماسكين جدا، حتى لو اختلفنا في الغرف الداخلية بالآراء لكننا متماسكين جدا، ونعلم أن النظام يبحث عن هذا السلاح، ونحن نعلم ذلك جيدا. لن نسلمهم هذا السلاح مطلقا، وأعلنها مع احترامي خارج هذه المداخلة أو خارج المطلوب، يعني لا أحد من وفد النظام يتقاضى، من وفد المعارضة عفوا، يتقاضى أي راتب أو بدلات على الجولات التي نحضرها. طيب أشكرك السيد. أي حد يفكر أنه نحن موافقين على هذه المطمطة لأننا نقبض وما إلى هذا الكلام، هذا موضوع آخر. على كل حال شكرا لك السيد تليد. نعم. صائب، عضو الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية، كنت معنا من جنيف. أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد وشخصيات مرتبطة به لغاية الأول من شهر حزيران عام 2023. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الاتحاد، قال فيه إن قرار التمديد الذي أصبح يضم 70 هيئة ونحو 290 شخصا جاء بسبب قمع النظام للسكان المدنيين في سوريا. وفي ذات السياق أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة جماعة حراس الدين وقائدها المدعو فاروق السوري والقيادي في صفوفها سامي العريدي إلى قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجماعة تعمل تحت مظلة تنظيم القاعدة وشاركت في التخطيط لعمليات إرهابية خارجية وفق بيان الاتحاد.
حملة مناصرة بعنوان قلبي أصيب معها أطلقها سوريون وأتراك بعد انتشار فيديو مصور يظهر مسنة سورية تعرضت للركل بقدم شاب تركي في مدينة غازي عنتاب التركية. وأصدر المجلس الإسلامي السوري بيانا أدان فيه الاعتداء ووصفه بالعنصري، واعتبر التصرف أنه اعتداء على الكرامة الإنسانية وإفراز لخطاب عنصري مقيت ممنهج يمارسه بعض الساسة بقصد استغلال ملف اللاجئين في الحملات الانتخابية وفق المجلس. قلبي أصيب معها هو عنوان حملة مناصرة أطلقها سوريون وأتراك بعد انتشار تسجيل مصور يظهر امرأة مسنة تدعى ليلى محمد تعرضت للركل على وجهها بقدم شاب تركي بحجة أنها تخطف أطفالا في مدينة غازي عنتاب التركية. الحادثة أثارت ضجة وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر سوريون وأتراك صورهم عبر حساباتهم وهم يغطون جزءا من وجوههم كما فعلت المسنة حين تعرضت للاعتداء، معتبرين أن الحادثة هي جريمة ضد الإنسانية، فيما شدد آخرون على ضرورة نشر صورة السيدة على مواقع التواصل وتسليط الضوء على الحوادث التي تنتهك حقوق اللاجئين. أما على المستوى الرسمي، أعلن والي مدينة غازي عنتاب اعتقال المعتدي تمهيدا لمحاكمته، في حين قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيلك إن الوحدات القضائية والإدارية تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة بشأن الفاعل. من جهتها أكدت اللجنة السورية التركية المشتركة متابعتها للقضية من قبل الجهات الرسمية التركية حتى تأخذ العدالة مجراها وينال الجاني عقابه، وهو ما أشارت إليه أيضا جمعية حقوق اللاجئين الدولية، مؤكدة أن محامي الجمعية سيتابع جميع الشكاوى الجنائية والإجراءات القضائية بشأن المعتدي حتى النهاية. وتشهد تركيا منذ عدة أشهر تصاعد مشاعر العداء ضد السوريين على خلفية حملات تقودها شخصيات تركية معارضة تدعو لإعادة السوريين إلى بلادهم. نفذ ناشطون سوريون في الداخل السوري وقفة احتجاجية تضامنا مع السيدة السورية التي تم الاعتداء عليها بالضرب في ولاية غازي عنتاب التركية. وأعرب العديد من الناشطين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي أعربوا عن تضامنهم مع السيدة ليلى محمد وطالبوا بمحاسبة المعتدي عليها، مشددين على إنهاء مظاهر العنصرية ضد اللاجئين ومكافحتها في كل مكان. وفي ذات السياق، عبر المحتجون في إعزاز المتضامنون مع السيدة السورية المعتدى عليها عبروا عن موقفهم الرافض للتصرفات العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون. يقف الثوار اليوم في مدينة إعزاز رفضا لجرائم العنصرية التي تمارس بحق اللاجئين السوريين في دول اللجوء، والتي تكون بتحريض من نظام الأسد والأحزاب اليمينية المتطرفة بحق اللاجئين بالشعب السوري بغاية تركيع الشعب السوري الذي ثار للحصول على حريته وكرامته. هلا الموقف اللي صار مع أمنا كان موقف كتير صعب وقاسي، يعني بيحرق القلب. الموقف اللي تعرضت له كان كتير صعب. اليوم شفنا واحد من الأتراك ما بنعرف شو السبب اللي خلاه إنه يتعامل معه بهي الطريقة لا إنسانية صراحة. لما بتشوف بالفيديو بتشوف إنه هي الموقف الصعب اللي انحطت فيه، إنه تخيل أمك أو أمي أو أي حدا إنه يتعرض لهذا الموقف. الألم اللي تعرضت له مو بس ألم الضربة، لا، الألم النفسي. الشيء الأصعب بالفيديو اللي شفناه هو ردة فعل الأشخاص اللي كانوا موجودين. يا أخي ما حدا تحرك، يعني معقول أي واحد فيهم كان موجود بيرضى لأمه أو أي حدا بخصه أنه يتعرض لهذا الموقف؟ بالمناسبة تم تهجير الأخت ليلى والكثير من السوريين الذي يعلم الحال القاصي والداني تحت ضربات وإجرام النظام ليلقوا مصيرهم بالاعتداء عليهم من قبل العنصريين في الأراضي التركية. نأمل من المجتمع الدولي التعامل مع السوريين المتواجدين في الدول على أنهم لاجئين، على أنهم حالة إنسانية وليسوا تبع كما يوصف البعض. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد أن قصفها النظام وروسيا، سكان إدلب ينفضون غبار الحرب ويعيدون إعمار مدينتهم.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي في الشمال السوري، واصفا ذلك بالمبادرات الخطيرة للغاية بالنسبة لتركيا. وأكد أكار أن القوات المسلحة التركية مستعدة لأي مهمة تكلف بها ضد من وصفتهم بالإرهابيين بغض النظر عن الجهات التي تقف خلفهم. وفي سياق متصل، قصفت طائرة تركية مسيرة سيارة تقل عددا من عناصر قوات سوريا الديمقراطية قرب قرية جمعايا في ريف الحسكة الشمالي، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات. وظهر اليوم الأربعاء قال الرئيس التركي إن بلاده ستعمل على تطهير تل رفعت ومنبج من وصفتهم بالإرهابيين، وأضاف أن العملية ضد الإرهاب ستتواصل بشكل تدريجي في مناطق أخرى في شمال سوريا. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد محمود عثمان، الكاتب الصحفي والمختص بالشأن التركي. أهلا بك سيد محمود. بداية، كيف تعلق على التصريحات الحديثة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ما قال إنه تطهير لمناطق منبج وتل رفعت؟ تحياتي لكم، أطيب تحية لكم وللمشاهدين الأكارم. أهلا بك. أعتقد أن الرئيس رجب طيب أردوغان كرر الرؤية التركية لما يجب أن تكون عليه الحال في شمال سوريا، المنطقة المتاخمة للحدود التركية. تركيا ومنذ 2011 حتى الآن تطالب بمنطقة آمنة لتأمين أمنها الاستراتيجي ومنع الهجمات الإرهابية ضدها. وتركيا منعت حصول أو سيطرة هذه المنظمات الإرهابية من السيطرة على كامل الشمال السوري، وتعتقد أنقرة بأنه لولا عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام لكانت الآن منظومة PKK BYD والتي أخذت شكلا آخر تحت مسمى قسد الآن تسيطر على الشمال السوري بكامله وبدعم أمريكي. وبالتالي أنقرة معنية بمنع سيطرة هذه المنظومة على الشمال وتعتبرها عدوا استراتيجيا يهدد وحدة الأراضي السورية، وأيضا هذا العدو يهدد أيضا وحدة الأراضي التركية. وتركيا في صراع عنيف وطويل منذ الثمانينات وحتى اليوم مع هذا التنظيم الإرهابي. يعني سيد محمود، تركيا أخذت العديد من المناطق ونفذت العديد من العمليات، وما زال وزير الدفاع التركي يتحدث عن ممر إرهابي. ما الذي يقصده بهذا الممر؟ يعني حتى الأسبوع الماضي كان هناك ضحايا جنود أتراك، و يعني صحيح لولا عملية درع الفرات وغصن الزيتون تحديدا لكانت مدينة كلس تتعرض يوميا لضربات الهاون التي تقوم بها هذه المنظمات الإرهابية، وأيضا المدارس في محافظة أورفا وقضائها كانت بشكل مستمر تحت تهديد ضربات هذه التنظيمات الإرهابية. يعني هناك تهديد إرهابي حقيقي يستهدف قوات الأمن التركية وأيضا المدنيين الأتراك، وبالتالي تركيا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه الهجمات الإرهابية، وتريد أن تقضي على مصدر ومنبع هذه الهجمات من خلال منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتر. تعتقد أنقرة بأنها في حال حققت هذه المنطقة الآمنة تكون قد وضعت أمنها الاستراتيجي في مأمن وفي منأى عن هذه الهجمات الإرهابية. ولعل من نافذة القول الإشارة والتذكير بأن أنقرة كانت قد توصلت إلى اتفاق حول المنطقة الآمنة مع السيد بايدن عندما كان نائبا للرئيس أوباما، لكن الطرف الأمريكي لم يفي بتعهداته. نعم. ومن المفيد أيضا الإشارة بأن أنقرة وواشنطن
هناك تنسيق بين الطرفين على استهداف القيادات العسكرية لهذا التنظيم التي لا تريد حلا سياسيا وتريد إدامة الصراع العسكري المسلح. اعذرني على المقاطعة لضيق الوقت، أشكرك السيد محمود عثمان الكاتب الصحفي والمختص بالشأن التركي. بعد تراجع وتيرة القصف بدت مدينة إدلب مزدهرة عمرانيا وتجاريا، حيث استطاع أبناؤها البدء بعمليات إعادة إعمار لبعض مرافقها. المزيد في سياق التقرير التالي. انتعشت المدينة وعادت إليها مظاهر الحياة الطبيعية بعد غياب يد القتل والتدمير التي صبت حمامها على إدلب لأعوام. غياب القصف أتاح الفرصة للبناء والتجارة، وقبل ذلك والأهم الاستقرار في المدينة بعد الظروف الكارثية التي مرت بها. من قبل على القصف وخلافه طبعا كانت الناس كلها تخايفي، ما حد يسترجع يطلع من البيت مثلا، ما حد يقدر يفتح محله، يعني مثلا ما حد يقدر يتحرك يحريه، أو مثلا ما حد يقدر يتحرك بأمان بشكل عام. كانت الناس كتير متضايقة ومخنوقة من هالموضوع، والحمد لله رب العالمين بعد ما وقف القصف ووقفت مثلا هالحد هاي، الحمد لله وضع الناس رجع تحسن، تحسنت نفسيتهم أكثر، تحسن وضعهم المادي شوي، مثلا صار يطلع يشتغلوا. كغيرها من المدن السورية شهدت إدلب حملات قصف عنيفة نفذتها الطائرات الروسية وقوات النظام، جعلت المدينة شبه خالية ومدمرة، ما أن توقف القصف حتى عادت يد البناء لتعيد إعمار ما دمره نظام الأسد وحلفائه. نحن الحمد لله رب العالمين عم نلاحظ أنه في حركة تصميم وإرادة من الشعب على المتابعة وعلى المسابرة وعلى البناء بإذن الله تعالى، من أنشطة تجارية لأنشطة صناعية لأنشطة بناء بإذن الله تعالى. وهي مثل ما كنتم شايفين ورانا الأسواق، وهي أهم أسواق إدلب موجودة حاليا، محلات بالنسبة لمحلات الذهب وغيره وغيره وغيره، كل الناس عم تبيع عم تشتري بفضل الله تعالى، مصممين ومنتحدى بإذن الله تعالى لتحقيق أهداف الثورة كاملة وإسقاط النظام المجرم ورموزه بإذن الله تعالى. الأمان النسبي ساهم بازدهار التجارة، كذلك حركة البناء التي شهدت تطورا ملحوظا. التعليم في المدارس والجامعات استؤنف وأصبح بحالة جيدة مقارنة بحال الانقطاع السابق نتيجة استهداف المدينة. معظم المدن السورية حالها كحال إدلب، تنتظر الخلاص من نظام الأسد لتعود الحياة إليها. قبل ما يقارب العامين لم تكن تشهد هذه المدينة سوى القتل والتدمير والتخريب بيد الطائرات الحربية الروسية ومدفعية النظام وطائراته. الآن بعد عامين من الهدوء النسبي أثبت سكان إدلب أنهم قادرون على إعادة الحياة للمدينة وإعمارها. خلف جمعة، حلب اليوم، إدلب. ألغى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم ألغى التعميم الصادر عن الوزارة في 29 من أيار، والذي ينص على رفع التعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب بين المحافظات. وكانت الوزارة قد بررت في وقت سابق اعتماد التعرفة الجديدة بارتفاع الأسعار، أسعار الزيوت والشحوم مرتين بنسبة 30 و50%، إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار والإطارات وصعوبة تأمين المازوت بالكمية المطلوبة. انطلقت في مدينة الباب شرقي حلب أول مباراة بكرة القدم لفئة الشباب، جمعت فريقي الميادين والكرامة ضمن بطولة تعد هي الأولى من نوعها بريف حلب الشرقي لفئة الشباب تحت سن 21. في بادرة رياضية هي الأولى من نوعها على مستوى ريف حلب الشرقي، نظمت دائرة الشباب والرياضة في مدن الباب وبزاعة وجرابلس وقباسين، وبالتعاون مع منظمة دارنا، أول بطولة بكرة القدم لفئة الشباب بهدف دعم المواهب الشابة على المستوى الرياضي. طبعا اليوم نحن بمدينة الباب عم نشهد انطلاق الدوري الشباب هنا في الشمال السوري في ريف حلب الشرقي. طبعا هاي البادرة هي الأولى من نوعها، أن نشاهد 8 أندية عم تتنافس على مستوى البطولة بنظام الذهاب والإياب. نتمنى أن تكون هذه البطولة هي فاتحة خير واهتمام أكبر في الفئات العمرية هنا في الشمال السوري. يشارك في البطولة الجديدة 8 أندية رياضية، البطولة التي ستمتد لشهرين ونصف بنظام مباريات الذهاب والإياب.
أول مشاركة على مستوى الفئات العمرية في الشمال السوري في منطقة الباب. الحمد لله رب العالمين، اليوم حققنا أول فوز في افتتاحية هذه البطولة لهذه الفئة العمرية الشبابية، والحمد لله رب العالمين أكرمنا الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على الشقيق الكرامة الحمصي، والحمد لله رب العالمين. هذه البطولة بالنسبة لشمال السوري هي الأولى من نوعها، وإن شاء الله تكون فائدتها كبيرة على مستوى جميع الأندية ولجميع الشباب الموجودين في هذه المناطق. المباراة الافتتاحية لدور الشباب بكرة القدم جمعت بين فريقي الميادين والكرامة، والتي انتهت بفوز نادي الميادين على ضيفه بثلاثة أهداف دون مقابل. في أول بطولة نظامية بكرة القدم لفئة الشباب، يستعرض هؤلاء اللاعبون مهاراتهم في أرضية الملعب، وذلك بهدف تطوير مواهبهم وتنميتها من خلال هذه الدوريات التي تنظم للمرة الأولى في ريف حلب الشرقي. محمد السباعي، حلب اليوم، مدينة الباب، ريف حلب. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.